تعرف هذه الندوة الدولية مشاركة العديد من الأساتذة الباحثين المختصين من المغرب، من 9 جامعات مغربية، من فرنسا، من تونس، من مصر، من الولايات المتحدة، من بريطانيا، من رومانيا، من تشيك، وعدد من الباحثين الشباب الذين يهتمون بالفكر وما تركه لنا عبد الكبير الخطيب من كتابات. الاحتفال بالذكرى العاشرة لوفاة المفكر والكاتب والسوسيولوجي السي عبد الكبير الخطيبي. فهذا العمل هذا جمع اولا مجموعه ديال المختصين الادباء والمفكرين من مجموعه ديال الدول، وثانيا يعتبر تجربه اولى على الصعيد الوطني لانه استطاع يضم في نفس الوقت ثلاثه ديال الجامعات ويوحد الباحثين ديالها حول هذا الرجل. انطلاقه بدات من جديده لاكثر من رمز، لانه السي عبد الكبير الخطيبي مولود في مدينة الجديدة وعندهم علاقة جد خاصة بصفته من تاميلها. الرباط كذلك قرى فيها ودار فيها الدراسات دياله، كان فيها مسؤول إداري وبيداغوجي وأستاذ القنيطرة، لأن عنده علاقة جد وطيدة مع الباحثين ومع الطلبة ديالها. فحنا سعداء بعد المشاركة ديالنا والمجيء ديالنا كذلك للتعبير الاعتزاز ديالنا بهذا الرجل وبهذا القمة. طبعا عالم من اعلام السوسيولوجيا والفكر والثقافه والادب، اللي ربما الاجيال الحاليه والقادمه ما تتعرفوش كثير، ولكن اللي عايش جيل الثمانينات والتسعينيات في الجامعة المغربية بل حتى جيل السبعينات تعرف فيه المثقف المناضل الملتزم بقضايا المجتمع المنفتح على القضايا العربية والإسلامية، المعروف على الصعيد الدولي لأنه الكتابات ديالو تقريبا ترجمت إلى أكثر من لغة بما فيها اللغة اليابانية والإنجليزية، طبعا هو كاتب باللغة الفرنسية، ترجمت كل الكتب إلى اللغة العربية. اللي كيهمني في المسألة الآن هو فعلا ان الجامعه المغربيه خصها تمشي في اتجاه الاحتفاء بهذا الاعلام وبهاد المفكرين وتعريف الاجيال القادمه بتراثهم وبثقافتهم ومحاوله يعني تلمس الخطى اللي مروا منها هادو، لانه يمكن في 4-5 سنوات يمكن لك تكون 1000 مهندس، ولكن 5 سنوات ما كافياش باش تصنع مفكر من قامة الدكتور عبد الكبير الخطيبي وأمثاله. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.